خصك منين تبداها ما تعرفش منين تبداها، لان ما يمكنش هي تلعب مع فريق قوي بحال الجيش الملكي بالجماهير العريضه ديالو في الملعب ديالو وما تدربش. داكشي اللي داروا به الدراري سي اسي، انا بعداك ساتيسفي من 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 لو روندمون ديالهم، لان صمدوا طيله 90 دقيقه رغم ان كان ضغط كثير كثير كثير، تعبنا كثير لان الكره الاغلبيه كانت عند الجيش الملكي وكيلكو زوكازيون بوت لي كورنر، مي تعبنا كنتسناو الفرصه اللي جينا اللي نقدو نباغتو بها الجيش الملكي. جات الفرصه في الدقيقه 96 للاسف ضربه حظ، كانت غتقلب الكلاسمون لا في الفوق لا في التحت، مي للاسف دخلها في الكره. ما يمكن لي الا نوه باللاعبين على المقابله اللي داروا، لان منذ مده ما دربنا واحد لا سيونس اللي غير شبه تعرف الواحد ملي كيجي لونترينمون وهو ما عندوش الرغبه باش يتريني، كاين غير لا بريزونس، يعني انا حاضر ماشي ابسون، يعني باش تدرب وتهيئ فريق مع ضد فريق الجيش الملكي ودير دي فيزيوناج ودير سور بلان براتيك كيفاش كيلعبوا كيفاش خصك توقفهم ايتترا. دونك صعيب، مي عامة الجيش ما سرقوش الانتصار ديالهم لان يستاهلوا، مي جات ضربة حظ اللي كانت تقلب الموازين من للاسف ضيعناها. في المقابلات اللي درنا وديه، درنا اربع المقابلات وديه قبل ما يجي المشكل، لعبنا مع واتزام، لعبنا مع الرجاء، لعبنا مع المحمديه، لعبنا مع بركان، هذوك الماتشات اللي درنا في هذيك الفتره اللي سمي من الاسبوع الاخير باش نجيو للمقابله ديال الجيش الملكي. تما اللاعبين رفضوا انهم يدربوا، لان باش نكون صريح معكم رفضوا باش يدربوا، ومن بعد ما كان حتى شي مسؤول جا كيسمع بلا ما الفريق ما كيدربش والفريق في وضعيه صعيبه، ولا واحد جا انا واللعابه ولا ستاف تكنيك وستاف ميديكال هما اللي كاينين، وتقول ولو مسؤول واحد يجي يقول لي مودي فوالا راه الفلوس غادي يجي وراه حنا غنخلصوكم. كنهضر معاهم انا تعيا ما تهضر واحد الوقت ما غادي يبقاوش يسمعوا لك، في الاخر ملي شافوا المقابله الصعيبه وغادي يكونوا حضروا في المقابله درنا لا سيونس الاخرى درنا بور لا فورم، مي صعيب باش تهيئ فريق في الظروف، مي بقات بوكو بلوس تهيئ بقى اكثر تيوريك، يعني في طابلو ما عمرو كيعطيك اسمو سي سور بلون براتيك كتكوريجي لي زيرور وكيكونوا يلعبوا كتفسر لهم اش خصو يدار واش خصو ما يدارش ايتترا، مي بقات سورتو سور لو بلون تيوريك سور ان طابلو الفيزيوناج لي فار كومون يجو كومون دو جوي ايتترا. هادشي اللي كاين باش تهيئ فريق لا اسمو خصك، ما يمكنش اي فريق يتهيئ ومغالمو مزيان من السانتر راني عشت فيه كنعرفو كي داير، دونك صعيب، مي كيف ما كان الحال على التهيئ ديال الفريق واللي وصلنا ليه كنظن ان داروا مقابله اللي خصهم يديروا، وكانوا يمكن بهذيك ضربه الحظ تقلب موازين كثيره، مي داخله في الكره هذه، هذه المهنه ديالنا احنا اللي اختارناها. كانوا اصدقاء اللي جايين جاوا عندي الناس ديال اولمبيك خريبكا، كانت معروفه الوقت اللي وقيلا كانوا لو سي بي اللي مقابلينهم كان فريق قوي وفريق كضرب لي الف حساب. ملي جاوا عندي في جونفي ديجا وشت كاين مشاكل ماديه دونك رفضت. من بعد احد الاصدقاء ديالي قريب قال لي عيط لي قال لي ودير الرئيس بغى يهضر معاك بغى يعاود يبرك معاك، قلت له مرحبا راه في الدار البيضاء راني في الدار البيضاء بركنا هضرنا، يعني كل شيء مخلص ما كاينش مشاكل، لي بريم سينياتور معطيين كل شيء كان خاص سعير كالكان كي هاد ليكسبيريونس كره باش يدير باش يجي ليكيب، وكنا اونانيم المكتب او المدينه كلها ان
الاختيار كان عليك باش دير بغيتي تزيد لنا يد المساعده وزمو ملي الشمالي كل شيء مخلص كل شيء على ما يرام. مشيت بركت مع الستاف التكنيك اللي كيخدم معايا وفسرت لهم قلت لهم فوالا سكو ما اكسبليكي وهذه هذا قال لهم عليها اوكي بوكو با علاش لا فريق عريق فريق عنده دي تيتر ماشي فريق نامبورت كيل ايكيب جينا للاسف داكشي اللي تقال لي ما كانش منه ولو ان ديزيام ما كانش منه لعابه ما مخلصينش ما عندهم لي بريمتينياتور ديالهم ما واخدينش ما مخلصينش لي ما خايدينش لي صالير الكرا اربع شهور كاين لي خمس شهور كاين لي اربع شهور ميم او نيفو دي 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 دي, دي جون لي زونترينور ديال لي جون تا هما مخلصين تا واحد ما مخلص تما كي غادي يديروا هاد اللعابه تتهيئهم دونك هذاك الشيء اللي تقال لي قبل كله حتى حاجه فيها مصحيحه الان كان 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 ملي كندربوا دارت لاغريف حيت اول حاجه غادي يدير المسؤول ملي يسمع اون ايكيب اللي لعبه طيوح ودايره غريف عير 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 يسمع كيجمع المكتب ويجمع زمو ويجمع اللعابه ما شفنا حتى واحد حتى جينا وحنا لعبنا مع الجيش جا الرئيس البارح دخل سلم على اللعابه وشو حاله وبقينا حنا انا واللعابه والستاف اللي معايا هادي يا اخويا.